تتواصل الاستعدادات للاحتفاء بالعيد الوطني 58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة التي طوت عقودا من التخلف والجهل والمرض. الأعلام الوطنية انتشرت فوق المقار الحكومية وزينت شوارع مدينة المخا وأسطح المنازل، والمظاهر الفرائحية تعم المدينة التي ستحتضن حفل إيقاد الشعلة بعد أيام. نحتفي بذكرى 26 سبتمبر. مدينة المخا زينت بالأعلام، أعلام الجمهورية اليمنية وكذلك بقية المدن والمديريات المحررة كلها تستعد للاحتفال بذكرى هذا اليوم العظيم وهذا المنجز العظيم الذي سطره الأجداد ضد الإمامة الكهنوتية. وها هم اليوم التاريخ يعيد نفسه، ها هم اليوم الأحفاد يعيدون التاريخ نفسه ويسطرون أروع البطولات ويضحون بالغالي والنفيس من أجل إنهاء الكهنوت الإمامي الحوثي المرتبط بالإمام الظالم المستبد. مالكو المحلات التجارية من كل المناطق والمكونات رفعوا الأعلام على واجهات محلاتهم في رسالة تؤكد تمسكهم بالجمهورية ومكاسبها التي يحاول الإماميون الجدد الالتفاف عليها وتدمير ما أنجزته الثورة السبتمبرية منذ قيامها. اليوم مدينة المخا تظهر باحتفالات 26 سبتمبر وأعلام الجمهورية اليمنية منتشرة في كل شوارع وفي كل بيت وفي كل محل من المحلات التجارية اللي يرفع فيها أعلام الجمهورية الذي ناضل فيها أباءنا وأجدادنا في ثورة 26 سبتمبر ضد الكهنوت الحوثيين والإماميين. ونحن الآن أجيال 26 سبتمبر نقول أن الجمهورية باقية وأن الثورة باقية وسنستمر فيها وسنناضل إلى آخر نقطة دم من دمائنا. اليوم نستعد لهذا الحفل الرائع الذي سيكون شعلته في المخا. 26 سبتمبر هي الذكرى 58 التي قضينا على الإمامة فيها من الظلم والطغاة والاستبداد والفساد. حضور مكثف لرجال الأمن الذين انتشروا في مداخل ومخارج وكل شوارع المدينة متأهبين وفي جهوزية عالية لتأمين الاحتفاء بعيد الثورة وإيقاد الشعلة. مديرية المخا تشهد احتفالات 26 من سبتمبر، ونحن كمسؤولين أمنيين في مديرية المخا قد قمنا بالتأمين والترتيبات الأمنية لحفل إيقاد الشعلة، وإن شاء الله الأمور طيبة إن شاء الله، ونشد على رجال الأمن. استعدادات متواصلة للاحتفاء بأعياد الثورة وإيقاد الشعلة في مدينة المخا بعد أيام. من مدينة المخا شرف الشمري، اليمن اليوم.